بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل على نعمته ودوم فينا وبركته من الان والابد امين. اسبوع الالام مش كده؟ احنا خلاص كلها يعني ايام قليله وايه؟ وساعات قليله وندخل على اهم وقت واهم اسبوع في السنه كلها اسبوع الام ربنا يسوع المسيح. يمكن تعرفين طبعا بالتاريخ بتاع الكنيسه من زمان الاسبوع ده كان يعني يحتفل به مرة كل 33 سنة على عمر ربنا يسوع المسيح وكان يعد الأسبوع دوًا ويجي بعد كده بعد 33 سنة وكان ناس ممكن تيجي والناس ما تحضره فالكنيسة بدأت تقول لا عايزين نحتفل به كل سنة عشان نستفاد بيه لأن ده أقدس وقت إحنا بنقضيه فيه مع ربنا يسوع المسيح طول السنة طول السنة وبعدين أه نقرا برضو في التاريخ ايام الملك ثيودوسيوس كان يفرج عن المسجونين في الفتره دي عشان يجوا يحضروا الصلوات اللي كانت تتصلى في هذا الاسبوع عشان ده بيساعد على تقويم حياتهم وسلوكهم وهكذا أه مش بس كده ده كمان الكنيسه زمان كانت تقرا الكتاب المقدس كله على مدار الاسبوع وبعد كده بدات الكنيسه تقول لا نعمل نعمل ترتيبات ونختار بعض الأحداث اللي ماشية مع ربنا يسوع المسيح يوم بيوم وساعة بساعة حد لما يوصل على عود الصليب عشاننا فبالتالي الأسبوع ده كنيسة يعني تتفنن طولنا إزاي نطلع بيه بأهم حاجة في حياتنا نعيش بيها خزين يقعد معانا طول السنة سيدنا البابا شنودة ربنا نحن نفسه كان يقول كده ما يستفدش في أسبوع الألام مش عارف يستفيد في أي وقت طول السنة شوفوا قد إيه فبالتالي الأسبوع ده أسبوع مهم قوي طب إزاي نستفيد بقى؟ إيه رأيكم؟ أسمعكم الأول وقولوا لي نفكر مع بعض في إيه عشان نستفيد في الأسبوع ده، إزاي أنا أستفيد في الأسبوع ده؟ ها إيه؟ محدش جرب قبل كده؟ هنرفع دنيا كده ونحاول إيه نسمع ونجمع النقط دي، اتفضلي. ها حلو قوي ابدا اقلل واركز اول حاجه اسمها اقلل واركز اقلل في ايه مشغولياتي انا مشغول كتير قوي اغلب الوقت يعني انا بكلم عن نفسي يعني واحد مشغول كتير طول الوقت حتى لو حاجات شكلها كويس وحلو وترتيب وخدمه وغيره الحقيقه يعني برضه حلو كويس وكل حاجه بس طول ما انا في المشغوليات دي هفضل غرقان طول الوقت زمان كان يدي الاسبوع ده اجازه زي ما قلت لكم شوفوا قد ايه معناه ان الوقت ده كان وقت غالي أوي يقول سيبك بقى من كل ده قلل قلل على قد ما تقدر الحاجات الروتينيه المعتاده وعوض والعوض بتاعها تعمل ايه تشغل كان في واحد معايا في المدرسه زمان كان يقول احنا متعودين يجي اسبوع الالام كان عندهم عارفين زمان كده النيش او المكتبه اللي تتحط في الريسبشن يبقى ليها مربع كبير كده في شاشه تلفزيون كان عاملين لها باب ضرفه كده تتقفل فقال لي في الاسبوع ده احنا بنقفلها بالمفتاح خلاص يعني الوقت ده ما كانش بقى فيه لا ولا موبايل ولا اللي احنا فيه ده نشكر ربنا يعني فكان يتقفل تماما بالمفتاح الى امتى لحد يوم العيد بقى يعني ده اتقفل تماما ليوم العيد طبعا ما كانش فيه بقى قنوات دينيه ولا حاجه من الكلام ده كان التلفاز خلص الساعه 10 بالليل يعني ومع ذلك كان ايه كان يتقفل معناه ان الوقت ده ما ينفعش الواحد ينشغل بأي حاجة تانية بره هذا المحور آلام ربنا يسوع المسيح. يبقى أقلل وأشغل أقلل مشغولياتي وأركز أكتر مع ربنا يسوع. كويس إيه تاني؟ ها ها؟ أه الصلوات طبعًا قداس أو أو نقول كده المناسبات اللي موجودة في الأسبوع ده. الأسبوع ده غني قوي بالمناسبات. من أول جمعة ختام الصوم الجمعة اللي جاي، وصلاة الأنديل العام وبعدين يوم السبت سبت العازر وحد الشعانين والبسخة والكنيسة تقول لك في في بسخة الصبح وبسخة بالليل وبعد كده تقول ما ينفعش نقعد الوقت ده كله ما فيش فالكنيسة تعمل صلوات تانية وتكرر صلوات الظهر وبالليل قوي يقول حتى اللي عنده مشغوليات أو مذاكرة أو 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 الحاجات دي كلها إيه؟ هنحاول نوفر أوقات ونعيد الصلوات ونكرر صلوات تاني عشان إيه؟ نحاول نشبع مع ربنا بصلوات كتير. فاكر واحنا شباب كده كان في حد معانا حلو قوي كان يحضر الصلوات كلها حتى الصلوات المكرره <applause> يعني حتى الصلوات الايه اللي هي ساعات نعيد الساعه الاخيره او اخر ساعتين او غيره كان يحضر حتى الصلوات دي فكانوا زمايله يقولوا يا حبيبي انت مش صليت الصبح خلاص ايه قال لهم طب هقعد اعمل ايه؟ انا لو قعدت لوحدي هقعد انشغل ويعني اضيع الوقت في اي حاجه طب لا استفاد بقى وطبعا كنت لي إيه يحضر ومعاه كتاب ويكتب وورقه جنبه وكتاب يقراه ما بين الالحان وغيره يعني يحضر على قد ما يقدر. طبعا بقى مناسبات كتير خميس العهد ده الناس اللي مش بتتناول خالص تقول لك الا خميس العهد. طبعا مش صح نتناول مره واحده في السنه بس بس أقولك هو اليوم ده اهم يوم فاجي اتناول فيه. هو حبيب التناول كل يوم قال لك لا ده هو هو اليوم ده اللي ربنا يسوع اسس فيه السيره طب الاسبوع طب كويس حتى وان كان يعني ده مش صح يعني لكن يقول لك الاسبوع ده لازم اعمل ايه لازم اجي احضر قداس خميس العهد وهكذا المناسبات كلها اتذكر واكيد حضراتكم تتذكروا ليله ابو غلمسيس زمان كنا نيجي نحضرها كان الكنيسه يبقى فيها ايه مليانه لا ده كان خمسه سته سبعه يعني كانت الدنيا مندسرة قوي الناس ما جاتش واخده على التسابيح اللي موجوده فيها والصلوات فنشكر ربنا احنا دلوقتي ناس بتحب التسبيحه وأنتوا كمان حافظين تسبيحه يعني واخدين بالنا؟ فبقينا نيجي اليوم ده من بدري نيجي نلاقي الكنيسة مليانة. نيجي نلاقي كنيسة مليانة. واللي يحضرها مرة ما يعرفش يفوتها ولا مرة. اللي يحضرها مرة من الأول ما يعرفش يفوتها ولا مرة. نشبع بالمناسبات والصلوات الموجودة طول هذا الأسبوع. حلو. إيه كمان؟ ها؟ م. حلو قوي. في الوقت ده الحقيقة ربنا يسوع كان يقضي فين في بيت ايه ها بيت عينية مش كده بيت عينية يعني بيت ايه التعب والالم مش كده بيت البؤس او التعب والالم تمام وكان في الوقت ده ربنا يسوع كان يقضي اوقات كثيره ايه في صلاه وفي اعتكاف وفي خلوه عشان كده حتى الاوقات الصغيره اللي في النص نحاول ناخد فيها على قد ما نقدر اعاد لوحدينا فيه مع ربنا في بقى صلوات طبعا عندنا اليوم مليان صلوات يعني يعني اليوم مليان صلوات وقراءات ما بنلاحقش يبقى لنا من اول يوم الثلاث واربع وخميس مش كده متى مرقص لوقا كيسه تقراه كله وبعدين تيجي يوم الجمعه ويوم الاربع تقرا سفر ها سفر ايوب برافو عليكم وتيجي يوم الجمعه تقرا ها بعد الجمله العظيمه يعني هتقرا ايه؟ تقرا رؤيا يوحنا بالليل وتقرا انجيل يوحنا والمزامير كلها شايفين كم الصلوات قد ايه؟ واخدين بالنا؟ فالاوقات اللي عليها عندي وقت فاضي استفاد بالوقت ده بالقراءات. جرب التزم كده بنظام الكنيسه او الكنيسه شوف مدى الشبع والزخم اللي موجود في الاسبوع ده الواحد بيطلع منه شبعان قد ايه؟ جرب تقعد اوقات فاضيه فيها زي ما كان ابونا بشوي كامل يعلمنا كده يقول لك تقعد تحت اقدام الصليب. الكنيسه تحط لينا في الطقس بتاعها ايه؟ منظر الاكرانيون او الصلابوت موجود قدامنا باستمرار عشان تقعد طول الوقت عينك على المسيح. عينك على المسيح. يبقى حديث شغال لا ينتهي طول الوقت. حتى الاوقات نفسها بتاعة الصلوات اللي موجوده او الالحان اللي بتتقال واحنا ساعات نقول مش حافظين الالحان ولكن في الوقت ده في ساعات ناس يخلي معاها كتاب صغير تقرا فيه. إذا ما كانش عندها او مش عارفه تتامل تنظر لصلي المسيح وتتكلم معاه طول الوقت ده فحاول تهتم بحته الوقت الشخصي مع ربنا يسوع المسيح العلاقه الشخصيه بيننا وبين المسيح تعرفين في الوقت في الاسبوع ده كيسه مش بتصلي بالاجبيه واخدين بالنا ليه ليه مش بتصلي بالاجبيه ها لان ايه في صلوات البسخة بنبدلها في صلوات البسخة ايوه ليه برضه برافو المزامير بتتكلم نبوات عن حياة المسيح كلها ميلاده والختان ودخوله الهيكل وهكذا كل كل المناسبات اللي كان موجود فيها ربنا يسوع المسيح في حياته فكيسة تقول لنا لا احنا هنركز في الوقت ده في الصلوات على ايه على حياة ربنا يسوع المسيح في الاسبوع الاخير يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة شوف قد انت ماشي مع ربنا يسوع خطوات خطوة خطوة بخطوة عشان كده جينا تعلمنا تقول لك حتى لو أنت جيت متأخر صلاة ولا حاجة طب اعمل إيه؟ على الأقل خد القراءات اللي فاتتك دي اقراها وخلي دايما معاك ألم أو 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 كذا لون يعني هتلاقي في آيات تشدك قوي في آيات بتأثر فيك قوي في آيات تأملية في آيات إيمانية وعقدية مهمة في حاجات ساعات أنا ما مش فاهمها قوي فعلم عليها وارجع اشوف ايه المعنى هنا واخدين بالنا في اسئله بتطلع في ذهني اكتبها واشوف واشوف معانيها واجاباتها بس بلاش على النت عشان هتلاقي نفسها ايه اتسحب من غير ما اخد بالي احنا قلنا نقفل واخدين بالنا وهكذا نقعد طول الوقت مشغولين مع ربنا يسوع خطوه بخطوه ما كاننا ماشيين معاه في الطريق لحد لما نوصل لحد ايه لحد الصليب حلو قوي ايه كمان ايه كمان ازاي استفيد بهذا الأسبوع. برافو عليك. طبعًا أهم حاجة أهم حاجة عشان أعرف أخش الأسبوع ده وأستفيد بيه وأشبع بيه لازم تكون فكرة التوبة في حياتي. هو صلب عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان خلاصي بس؟ لا عشان كمان غفران الخطية إداني رصيد مفتوح لهذا الغفران في كل وقت تسقط كن فتخلص مش كده هنسمعها الجمعة الجاية في صلاة الأنديل أنت يا رب اللي قلت في كل وقت تسقط كن فتخلص خلي فكرة التوبة دي شغلك قوي طول الأسبوع ده يا رب هو التعب والألم ده بسبب مين أنا الذي أحزنتك بإيه بسروري بملاذ الدنيا أنا رب اللي أحزنت قلبك وأنا تسببت في هذا الصليب فخلي فكرة التوبة شغلك طول الوقت عشان كده الحرب في الأسبوع ده جديد عشان كده التوبه تبقى ايه سريعه ولحظيه كل لحظه كل وقت زي ما الان بطون قال لك اطلب التوبه في كل لحظه ولا تدع نفسك للكسل ولو لحظه عشان كده تلاقوا الانسان لما يقع في الاسبوع ده في اي خطيه ما يتعب أوي 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 ليه يا رب حتى في الاسبوع ده حتى في الاسبوع ده قوم بسرعه وقدم توبه قوم بسرعه وقدم توبه خلي الفكره دي تكون شغلاك أوي طول الاسبوع ده مجرد أي فكرة صغيرة كل فكرة لا يرضي صلاحك يا الله فليبعد عنا طب أنا وقعت في حاجة قوم بسرعة قدم توبة في نفس الوقت ونفس اللحظة افحص نفسك باستمرار ده يخلي الواحد إيه مصحصح خلي الواحد مصحصح إذا كان معلمنا بولس قال لك إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه ياه، قد كده طب تخيل بقى الأسد ده طليق الأسد متعودين نشوفه فين يعني في القفص مش متعودين نمشي جنبه ولا نشوفه في قفص مفتوح وحتى لو رحنا اي اوبن يعني من من الحيوانات الحيوان المفتوحه دي الا عند الحته دي لازم تخش ايه بعربيه ومقفوله وغيره 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 تخيل بقى هذا الاسد طليق عشان ايه عشان خاطر يلتمس اي انسان يبتلعه طب اعمل ايه في الوقت ده لازم اكون حريص منتهى الحرص في كل شيء فكل الحواس في عيني في وداني في كلامي عشان كده حاول تركز على حتة تدريب الحواس تدريب الحواس يعني اللسان مش أي كلمة يقولها واخدين بالنا آه قلل بقى الحاجات اللي, اللي تزود أفكار في جهة أخرى يعني رسائل بقى إخبار مش عارف إيه هي الفايدة بقت كام النهاردة؟ مش عارف إيه عمل إيه طب هننزل مشاوير إيه؟ وتلاقي الواحد عمال إيه يجري يجري يتسرق ويومه يتسرق أكتر من الأول صدقوني أكتر من الأول لو أنا مش واخد بالي لو أنا مش واخد بالي إيه تاني؟ ها حلو قوي عطاء الغير عطاء الخير بمعنى إيه؟ أدي زيادة ها أدي برضا؟ أدي أكتر يعني في الأسبوع ده من الأعواز؟ أنا عايز أقول عطاء الآخرين دي نحاول نربطها مش بانشغال بخدمة، لكن انشغال إيه؟ انشغال إن أنا حتى لو خدمة تبقى ممكن أسأل على حد ما جاش ليه النهاردة، حلوة أوي، حلوة أوي، لكن أنزل وأشغل نفسي بخدمات كتيرة وغيره، الحقيقة صعب وإن كان ساعات نتزنق إلى أواخر الأسبوع ده. مش كده وابدا اقول بقى ايه يعني ما ربنا عارف هو شايف يعني طب هنعمل ايه والناس هتعمل ايه لا الحقيقه بقدر الامكان حاول خلص كل ده بدري خلص كل احتياجات الخدمه والحاجات دي بدري ده انا اقول اكتر من كده يعني حتى الحاجات العاديه مش خدمه البيت احنا نعم بنعمل ايه في البيت في الاسبوع ده اه <applause> نشيل من هنا ونحط هنا ونحط من هنا ونشيل هنا وهكذا طب الكلام ده نعمله امتى؟ نخلصه امتى يعني؟ مين بالنا؟ قبل الأسبوع على قد ما نقدر نخلص كل الأمور دي، ولو حاجة ما اتعملتش مش مهم، <applause> مش مهم، لأن زي ما قلنا ابليس يقول إيه؟ ملتمسًا يسرق الوقت، يسرق الوقت كتير أوي أوي أوي، عشان كده الاسبوع ده محتاج تركيز أوي على قد ما نقدر، إيه تاني؟ زيارة المرضى إيه رأيكم؟ ها؟ آه زي ما قلنا بقدر الإمكان مش عاوزين إيه؟ آه مش عاوزين حتة الواحد يتسرق الوقت منه، حلو لو حاجات إيرجنت ومهمة وغيره، لو حد عندي تعبان ولا غيره، طبعًا ده شيء مهم، طبعًا بالعكس ده إحنا كمان نزوره ممكن نقرأ مع حاجة من من قرايات الصلوات كمان. يعني فاكر زمان خالص أحد الآباء عمل حاجة جميلة قوي قبل القنوات الفضائية وأغابي والحاجات دي كلها. قال لنا كده قال لمجموعة من الشمس كده مننا عندنا خدمة في أسبوع الآلام، فاستغربنا إيه الخدمة اللي في أسبوع الآلام؟ قال لنا زيارة الناس الإيه؟ المرضى والكبار السن اللي ما يقدروش ينزلوا يحضروا الصلوات، ما كانش في بقى صلوات في التلفزيون والحاجات دي. فكنا ما بين صلوات ساعات سواعي ناخد الدلال بتاعنا والكتاب القراءات بتاعتنا وننزل اثنين جوه كل بيت نصلي صلاة من صلوات الإيه؟ من من صلوات البسخ. واخدين بالنا؟ طبعا عايز اقول لكم دي يعني فرقت مع ناس كثيره خالص يعني، ازاي الكنيسه بنفسها جايه تصلي معاها البسخه جوه البيت. طبعا نشكر ربنا دلوقتي الدنيا اختلفت يعني بقى في قنوات وصلوات ومسجله وصوت وصوره وكل حاجه والوان وابيض واسود اللي انت عاوزه يعني. واخدين بالنا؟ فمهم صح ان انا اراجع نفسي وافحص واسال لو في بقى حاجات جوايا تعب متضايق من حد وغيره وبتاع ما ينفعش امال هتقابل مع المسيح ازاي هتقابل مع المسيح ازاي لو في امكانيه ان افتح حاجه انا كنت تعبان منها من زمان واحاول اقرب صلح بيني وبين حد ده كويس يبقى يعني مش لازم زيارات بس على الاقل اكون انا من جواي عندي سلام عشان اقدر اعمل كده وده مش هجيبه غير من وسط الصلوات والشبع بالاسبوع ده على قد ما اقدر ايه تاني؟ ها حلو قوي طول الوقت بقى طول ما انا ماشي ابص على مواقف واتعلم منها الاسبوع ده مليان مواقف كتيره جدا لا تنتهي يمكن انتوا عارفين ان الاسبوع ده زمان كان يصلى منفصل عن عن الصوم الكبير خلينا بالنا والكنيسه قالت ازاي اقضي اسبوعا عشان اخش على الاسبوع ده لازم اكون عندي استعداد فحطته فين فأقدس وقت في السنة الصوم الأربعين بتاع صوم ربنا يسوع المسيح. الأسبوع ده مليان مواقف كتيرة أوي، لقاءات كتيرة، فضايل كتيرة. أبدأ أحط نفسي مكان الشخصيات اللي موجودة في هذا الأسبوع. أقول رب أنا فين مكان بطرس؟ فين مكان أيوب واحتماله؟ وأبدأ بقى لقاء المرأة الخاطية، إزاي الناس دي سكبت الطيب بحب بهذا الشكل؟ كل يوم كده أنتوا عارفين ليه عنوان؟ يعني مش عايز افتح جوه الصلوات عشان ايه؟ <applause> مش هنخلص يعني. كل اسبوع ليه عنوان، كل يوم اسف ليه عنوان. النهارده الصبح المسيح كان فين؟ عدى على شجره التين، طب والمعدي على شجره التين ايه؟ اداها فرصه، طب يا رب كم فرصه انت بتديها لي انا عشان اكون فيها معاك. وبعدين لما عدى مره ثانيه دور برضو على السمر وابدا افكر اقول يا رب كم من حياتي قضيته معاك فين السمر؟ بس دايما ابقى ماشي بروح الرجاء مش بروح الياس اشكرك رب انك لسه مديني فرصه لحد دلوقتي ابدا اقدم فيها توبه عن حاجات كتيره قوي في حياتي اجي اجي اليوم اللي بعديه وهكذا اشوف ربنا النهارده فين اتقابل مع مين الشخصيات دي كان مكانها فين مع المسيح كلنا الحقيقه نمثل كل الشخصيات انا أقولكوا يعني كلنا نمثل كل الشخصيات حتى اصعب الشخصيات بص دايما على محبة المسيح وغفرانه وعدله في نفس الوقت عشان يكون فيا إيه؟ حتة جدية شوية، مش مجرد كلام أقوله وخلاص، الكلام سهل، لكن الفعل هو الأهم. حاول تاخد خطوة شوية في حتة النسك شوية، يعني إيه النسك؟ يعني مشغولية أكتر مع ربنا، بلاش حتة الإيه؟ الحاجات الزيادة بقى أكل وشرب وغيره وبتاع. يعني إذا كنا دلوقتي بنتفنن في حاجات كتيرة قوي تعالى في أسبوع الآلام ده حتى أنتوا عارفين كان في طقس زمان يقول لك يوم الجمعة العظيمة بناكل إيه؟ يا سلام حافظين واخدين <applause> <applause> بالنا؟ ليه؟ ليه؟ ها؟ آه مش فاضيين نقعد نعمل في أكل وغيره وبتاع طبعا مش معنى كده ترجعوا تقلبوا البيت يعني مش هنعمل لكم أكل طول الأسبوع لا مش ده المقصود يعني برضه يعني أبونا قال لنا كده النهارده فالاعترافات تزيد في اسبوع الالام مش ده المقصود هي تزيد في التوبه بس مش في الشكاوي واخدين <applause> بالنا ده الفكر اللي احنا المفروض بنعيش بيه انا رب مشغول بيك اكتر في اي حاجه وخلاص اي حاجه وخلاص لو انا متعود مش متعود اصوم انقطاعي ابدا اخد حته صغيره ولو واخد ادويه او غيره اظبط ابدا بقى اظبط الدنيا دي بحيث ما فيش مانع مش عارف اصوم كده طب زود زود قرايات زود صلوات المهم يبقى في حاجه ايه حاجة طول هذا الأسبوع مختلف إيه تاني ممكن نستفاد بيه في هذا الأسبوع؟ ها، التصالح، حلو زي ما أنا قلت من شوية الصليب أساسا أساً معناه إيه؟ الصلح ما بين السماء والأرض، ما بين الله والناس في حضن المسيح المفتوح. فدايما خلي هذا الصلح جواك، أولا مع نفسك، ثانيا مع الآخرين الناس اللي حواليك. حتى لو مش عارف تكلم حد على الاقل تبعت رساله يعني اعمل اي اعمل اي حاجه ايجابيه اي حاجه ايجابيه صلح مع اي حد حواليك كويس ايه كمان ها ايه تاني ممكن نستفاد بيه خلال اسبوع الالام اه حلو قوي التسبيحه للكنيسة بتقولها 12 مره في كل صلاه من الصلوات تسبيحه ايه ثقتكم ليه الكنيسه بتقول التسبيحه دي في الصلوات ها هنقوله بس ها عارفين المعنى ليه كويس حلو قوي إن ربنا في هذا الوقت موجود إيه؟ في أصعب منظر على الصليب. لكن أول حاجة بقول يا رب لك القوة والمجد إذا كنت في هذا المنظر بشكل مهان وتعبان عشاني والآلام دي كلها أنا سبب فيها لكن يا رب أنت منظرك على الصليب بهذا الشكل لا يلغي أبدا قوتك، لا يلغي أبدا عدلك. في نفس الوقت أنا كمان يا رب عندي ثقة وإيمان فيك إنك تقدر تغير زي ما غيرت ناس كتيرة قوي وزي ما اديت كل الغفران ده تقدر تغير فيا عشان إيه؟ عشان أتشبه بيك. عشان أتشبه بيك أكون فعلا قوي زيك، مش قوي إن آخد حقي، لا قوي إن أسيب مش إن أمسك، مش ناخد آخد، قوي إن أعرف أدي. واخدين مفاهيم كتيرة جدا جدا فوق خيالنا في هذا الصليب. اللي يبان قدام كل الناس انه منظر ضعف لا ده بالعكس ده منظر قوه منظر قوه احنا عارفين قوه الصليب ده قد ايه بنرشمه قد ايه بقوه وايمان قد ايه شوفوا الكنيسه تقول كيري ليسون يوم الجمعه العظيمه ايه 400 مره في الاربع جهات لاستمطار مراحم ربنا في كل مره احنا نقول كيري ليسون بنعمل ايه ساعات ما بنلحق ما بنلحقش مش كده تخيلوا بقى رشم الصليب ده بقوة ليه يعني ليه عمق رهيب أو حتى أن حد من الأباء قال كده قال لك من يرشم الصليب بعجلة تفرح به الشياطين <applause> شوفوا قد إيه تخيلوا يعني واحد كده إيه أي حاجة كده وخلاص لا تفرح بيه ليه لأنهم مش عارفين مش عارفين واحد باسك سلاح حديث قوي يعني في تكنولوجيا عالية عارفة قوي مش عارف يستعمله فيبقى راحت فرحان قوي ليه ما هو معاه الحاجة ما استفادش منها عشان كده استخدم هذا الصليب طول الاسبوع في اي فكر متعب في اي لحظه مضايقه في اي شيء يتعبك او او حتى لو اي شيء يشدك بره الجو ده ارشم الصليب ارشم الصليب بايه بهدوء بتركيز زي ما انت في كل مره بتقوله لك القوه والمجد طيب ايه كمان حاجه تاني ها طبعا اللي يقدر يقعد يعني يعمل مطانيات يعني يعمل مطانيات على قد ما يقدر يحاول يزود باي شكل حتى لو هو قاعد حتى لو يحني راسه كده هو بخضوع قدام ربنا حلو قوي ايه كمان حاجه تاني حلو فكره فكره التركيز اكتر من المشغوليه طيب عشان كده أختم بحاجة صغيرة خالص شوفوا قد إيه الأسبوع ده ليه تأثير أحد الآباء بيخدم في الخارج يعني بيقول لنا آه كان الحقيقة يعني بره ما كانش سهل إن هم يشتروا أماكن وكنايس وغيره فكانوا يأجروا كنايس يوم الحد يصلوا القداس ويوم الحد اللي بعديه يأجروا كنيسة وهكذا فيجوا على أسبوع الآلام ننبنى فبقدر الامكان كانوا ايه يجمعوا الصلوات وكانوا ممكن ياجروها مره الصبح ومره بالليل ساعتين هنا كم ساعه هنا فجمع عليهم الجمعه العظيمه فالرجل اللي كان او الـ يعني الـ الكنيسه اللي كانوا بياجروها فقال له قال لهم كده هو قالوا احنا محتاجين الكنيسه يوم الجمعه دي من يوم الجمعه الصبح لحد يوم السبت الصبح وبعدين من يوم السبت بالليل لحد فجر الحد يبقى فالراجل بص له كده قال له انت عاوزينهم الوقت ده كله ليه؟ تعملوا ايه ده كله يعني؟ يوم الجمعه من الصبح بالليل لحد الساعه خمسة وبعدين ترجعوا تاني من الليل لحد الصبح تعملوا ايه ده كله؟ قال له اول حاجه بنصلي فالراجل بص قال له بتصلي من الصبح بالليل؟ امين اللي يقف قدام ربنا كده يصلي طول طول الوقت الصبح وبالليل؟ فقال له يعني نظام الكنيسه عندنا وكده قال له طيب انا ممكن استاذنك اجي احضر معاكم يعني راجل شك فيه يعني عايزين الوقت ده كله تعمله ايه؟ فقال له اهلا بيك فالراجل جه حضر اول لما شاف كده قال له انا كل سنه في المعده هديكو كنيسة فور فري هديكوا الكنيسه فور فري بس تسمح لي ابقى اجي احضر معاكم بعض الصلوات قال له اهلا بيك فالراجل بدا يحضر طبعا سمع الحان ما يعرفش عنها حاجه في الحان قبطي مش عارف عنها حاجه باللغه يعني وبعدين قال له هو الواحد بيبقى مسيحي عندكوا ازاي؟ <applause> يعني بت... يعني في في حياتكوا او او الواحد يبقى مسيحي ازاي؟ قال له الكلام ده كله بالرغم ان حاجات كتيره جدا انا مش فاهمها في الالحان وغيره وكده بس حاسس ان في حاجه غير عاديه بتحصل فيه من جهه السلام من جهه الارتياح من جهه حاجات كتيره قوي بدات احس فيها بايه؟ براحه وسلام عاوز افهم ايه كل الصلوات دي؟ شوفوا قد ايه الصلوات دي بتاثر فين في الناس اللي ملهاش علاقه يعني بالصلوات دي او بالايمان ده كان بالاكتر احنا المولودين في هذا الايمان عشان كده يريد فعلا الاسبوع ده يكون اسبوع مختلف في حياتنا نطلع منه بحاجه لان للاسف احيانا ايه نسخن شويه كده لحد يوم العيد بالليل يبقى هنا ايه فول ستوب الموضوع انتهى لو لحد هنا الموضوع انتهى بقت طفرة صغيرة وراحت على طول. لكن اسبوع ده عشان نستفاد بيه لازم الحاجة اللي أخدها أحافظ عليها. نعمة اللي ربنا يديهاني في هذا الوقت أعمل إيه؟ أحافظ عليها عشان أقدر أستمر بيها بعد كده. ربنا يدينا نعمة إن إحنا نستفاد بالوقت ده كله في أسبوع الآلام له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.